أهلا وسهلا بكم معنا مرة تانية والتاسعة وفقرات التاسعة وأخبار الحقيقة أظنها دايما مهم. يمكن بتستمر الإدانات الدولية للي حصل امبارح من حادث شديد الحقارة والحطة مما لا شك فيه في غرب سيناء وتحديدا عند محطة الرفع في غرب سيناء، لكن المسألة متعلقة بالآتي، متعلقة بأنه لا يجب أن يظن أي ظن انه لما يعمل عملية عدت ومرت مرور الكرام، ولازم يبقى هذا الظان سواء اسمه بقى داعش اسمه مش داعش زي ما يطلع. انت عارف التنظيمات الفرعية اللي بتخرج دايما من عباءة هذه الافكار وهذه التنظيمات العاملة زي داعش او القاعدة او غيرها، على ما يبدو انه في قدر ما من الغباء بيخليه ما بيتعلمش الدرس. بس في نفس الوقت انا بقولك هي بالمصري كده هي طلوع الروح، يعني عارف انت المسلسل الشهير بطلوع الروح، هو ده طلوع الروح، انه يلا بينا نعمل اي عملية نوعية نعيد بها الى الاذهان فكرة انه لازال هناك تنظيم الدولة، احنا لسه موجودين، احنا نقدر نقف في وجه النظام المصري، لا تثق في انه سيناء اصبحت خالية من الارهاب، لا تثق في انه سيناء او مصر بشكل عام هي بلد امن لاجل السياحة، لا تثق في انه هناك تنمية في سيناء، زي ما بقولك مئات المليارات تقريبا 700 مليار بيتصرفوا او اتصرفوا وبيتصرفوا في سيناء لاجل التنميه، مش هقولك لاعاده الاعمار، لتنميه سيناء ووضعها على الخريطه الدوليه للاستثمار. وده شيء مهم لازم تبقى عارفه ولازم تبقى فاهم ان ده واحده من الركائز الاساسيه اللي بتشتغل عليها مصر، انه سيناء تبقى منطقه جذب استثماري عالمي، عشان بس تبقى فاهم المسألة، مش بس تنمية في البنية الأساسية ولأجل أهالينا في سيناء أن هم يعيشوا حياة كريمة، لا، سيناء هتبقى حاجة تانية، يعني هتبقى حاجة تانية بالطول بالعرض رغم أنف الجميع، هي هتبقى حاجة تانية تماما. وبالتالي اللي حصل امبارح عمليا هو طلوع روح الجماعات الإرهابية اللي ما عرفتش في النهاية خالص توصل للي هي عايزة، يتم إحباط المحاولة، ده من ناحية، من ناحية تانية الإدانة الدولية الواسعة، من ناحية تالتة الرئيس، رئيس الجمهورية ترأس بصفته رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى للقوات المسلحة المصرية النهاردة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللي عقد صباح اليوم، طيب بطبيعة الحال على خلفية ما حدث أمس، يبقى بيتناول الاجتماع ايه؟ استعراض لتداعيات الحادث اللي استهدف عدد من شهدائنا من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم لواجبهم الوطني، كمان الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والقضاء عليها. قضاء، الرئيس وجه بقيام عناصر إنفاذ القانون، حط تحت دي عشرات الخطوط باستكمال تطهير بعض المناطق، تاني بعض المناطق في شمال سيناء. وخلونا ندقق المصطلحات يا جماعة بعد إذنكم وأنا منكم، يعني في النهاية إن كتبنا أي شيء طلعت هذه الكتابة صحفية في جورنال موقع إلخ إلخ، طلعت الكتابة دي هي اجتهاداتنا نحن كمواطنين وإحنا بنكتب مثلا بوست أو حاجة للإدانة، ممكن لو سمحت ما تقولش الإرهاب في سيناء، عشان الإرهاب مش في سيناء، احنا بنتكلم على ارهاب في بعض المناطق بيتم تطهيره والتطهير مستمر، وتوجيهات الرئيس واضحة، التطهير لبعض بعض المناطق الباقية في بعض مناطق شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية. كذلك وجه الرئيس بالاستمرار في كافة الإجراءات الأمنية اللي بتسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله. أشاد الرئيس خلال الاجتماع بالجهود اللي بتقوم بها القوات المسلحة المصرية في تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع هذه الجذور من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع أهالي سيناء المواطنين اللي حقيقي يمتلئون بالنبأ بالنبل وبالشرف، بالإضافة إلى الجهود بتاعة إنجاز المشروعات القومية العملاقة. خد بالك من دي، الرئيس في الاجتماع بيأكد على الصعيدين، استكمال عملية التطهير واستكمال عملية البناء والتنمية. يا جماعة التنمية مش هتقف في سيناء، المشروع المصري الحلم الكبير مش هيقف ولا في سيناء ولا في حتة تانية، كويس، مشروعات قومية عملاقة
بدأت وهتستمر ولن تنتهي هذه التنمية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة. أشار فخامة الرئيس لتقدير الشعب المصري للتضحيات اللي بيقدمها رجال القوات المسلحة المصرية ورجال شرطة مصر للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. أيوة، الأرض بالنسبة للمصريين شيء مقدس. كمان تمت مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لدولتنا المصرية في جمهوريتنا الجديدة. نحزن ونعلن حداد، طبعا مفيش خلاف، بس خد بالك لا نتوقف. مفيش حاجة هتوقف مصر عن البنى، ومفيش حاجة هتوقف مصر من إنها تستكمل حربها على الإرهاب. أيضا حزنا على شهداء نفسينا، فإنه نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يرتدون الزي الأسود في مجلس النواب. معانا على التليفون نائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بيك يا سيادة النائب. اهلا وسهلا بيك استاذ يوسف، ازي حضرتك والساده المشاهدين. يعني تعزينا، نعزي انفسنا، اعزيك وتعزيني وكلنا هنعزي بعض على شهدائنا الحقيقه اللي راحوا في سبيل تقديم الواجب ولحمايه الارض وحمايه زي ما كنا بنقول في النهايه دي ناس كانت بتحرس منشاه مدنيه، محطه رفع. منظوركم او شفتوا ازاي في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هذا الحادث الحقير المنحط، وفي نفس الوقت ارتدائكم لملابس الحداد النهاردة في البرلمان؟ يمكن طبعا في بداية كلامنا لازم نعزي أنفسنا ونعزي الشعب المصري والسيد الرئيس والقوات المسلحة المصرية في شهدائنا، ونتمنى وندعو الله الشفاء العاجل للمصابين. ويمكن احنا في مستهل بداية جلسات المجلس اليوم وقفنا ديا حداد وقراءة الفاتحة. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ الإعلان عن الحادث ونحن نرى إن الحادث زي ما حضرتك قلت ما هو إلا محاولة بائسة يائسة من جماعات إرهابية تم دحرها والانتصار عليها. وأكبر دليل على كده إن تواتر العمليات الإرهابية، احنا آخر عملية إرهابية سمعنا عنها في سيناء بلها دي، البعد الزمني للقيام بالعمليات الإرهابية في سيناء ما هو إلا دليل على نجاح قواتنا المسلحة وبالتعاون مع أجهزة الشرطة وأجهزة الدولة المعلوماتية في محاصرة الإرهاب وتكثيف منابعه. وده واضح جلي في إن هم حتى لم يهاجموا نقطة شرطية أو نقطة أمنية، هم هاجموا محطة رفع مية. لا يجرؤ يقرب من نقط أمنية أو شرطية عارف إنه هيتجاب على الأرض، ده راح يهاجم بالزبط مجموعة خدمة بتاعة حماية منشأة مدنية. بالظبط، واختياره للوقت بعد الأعياد، ودائما تلك الجماعات الخسيسة. ويمكن السيد الرئيس بيدينا المثل والقدوة في الأعياد عندما يقضي أول يوم العيد مع أولاد الشهداء، فنحن أمة شهداء. وقواتنا المسلحة في سيناء دلوقتي بتعمل كل الإجراءات الأمنية والتنشيط للثأر لشهدائنا، وفي نفس الوقت زي ما حضرتك بتقول المشروعات التنموية لا تزال تعمل في سيناء الآن. الدولة المصرية استطاعت في الفترة السابقة انفاق مليارات الجنيهات في مشاريع تنموية، شفنا أنفاق بتربط الشرق بالغرب، شفنا محطات مياه، شفنا بنية تحتية، شفنا كمان طرق وبنية تحتية في طرق تسهل الانتقال، ومدن صناعية بتتبنى ومدن سكنية تتحمل ملايين المصريين تمهيدا للانتقال وتغيير الخريطة الديموغرافية لسيناء. لأن زي ما احنا شايفين دلوقتي في يد بتحمل السلاح ويد بتبني. صحيح صحيح صحيح. على كل، خليني أجدد التعزية مرة تانية سيادة النائب معايا؟ طبعا معايا، فبجدد التعزية مرة تانية. لكن خليني أقول إيه الرسالة اللي يقولها النواب المصريين وبشيء من التخصيص نواب التنسيقية إلى المجتمع المصري حتى لا يفقد الثقة وحتى لا يقلق وحتى لا يخاف؟ لا، احنا كل الثقه ان العمليه دي بالشكل ده بالمكان اللي تم استهدافه ده ما هو الا
يعني دليل قاطع ان الدولة المصرية بتحقق نجاحات، لان مع نجاح الدولة المصرية بيحاول اعدائك في الخارج استخدام بعض العناصر الارهابية في الداخل لافتعال بعض المشاكل، لكن ده بيأكد بكل شكل واضح وجلي ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح نحو التنمية والجمهورية الجديدة صحيح. وقادرين على تخطي تلك الصعاب، واحنا كلنا الشعب المصري كله كتلة واحدة يد واحدة وراء القيادة السياسية وراء جيشنا في تخطي تلك العثرات الخفيفة في اتجاهنا نحو الجمهورية الجديدة وحربنا نحو التنمية بإذن الله مستمرين. أنا بشكرك جدا 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 سيادة النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أستأذنكم نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، جيشك قادر بإذن ربنا سبحانه وتعالى والقدرة والإرادة لله سبحانه وتعالى أولا، بس ربنا بيسبب الأسباب. أنت جيشك قادر جدا، فأنا مش عايزك تقلق، لكن عايزك دايما تبقى شايف، عايزك دايما تبقى عارف، عايزك دايما تبقى متأكد إنه هذا النوع من الأفكار ما بيتعدلش، ما بيتعدلش، الناس دي ما بتتعدلش، قتل وسفاكين دماء. انت لما تيجي تقعد تبص على الخلفيات الاجتماعية بتاعة الناس بتاعة داعش لمن يستطاع البحث في خلفياته الاجتماعية وتعرف هو حياته، كلهم دون استثناء واحد أشخاص غير متحققين، يا إما لم يستطيع تحقيق نفسه على مستوى أو صعيد مهني، لم يستطيع تحقيق نفسه على مستوى أو صعيد يعني يا كده يا كده كده على صعيد دراسي أو عملي أو علمي، على صعيد الاجتماعي، شخص غير محترم في مجتمعه، غير محترم في دوائره، شخص مهزأ، شخص تافه، شخص غير قادر على القيادة، شخص دايما ملاحق بالخزي، فعاوز يلاقي نفسه فيروح ينضم لهذا النوع من الجماعات، وبالتالي هي فيها انفصال من انه هو مش بس الناس اللي بتعاني اقتصاديا او ماليا، لا، وحتى في ولاد ناس اغنياء. لما تيجي تبص على، سيبك من ده، تيجي تبص على القاعده، وايمن الظواهري كانوا ناقصين فلوس، العيله دي عيله اغنياء، ايه اللي يخلي ايمن الظواهري ومحمد الظواهري ينضموا الى هذه التنظيمات؟ واحد في القاعده في افغانستان، والتاني كان في تنظيم العائدون من البانيا، اللي هو المصطلح الصحفي اللي تم استخدامه انذاك. يعني ليه؟ في وراهم شيء ما، مش بس فكرة الأيدي المحركة، يعني مين اللي بيحرك هذه الخيوط، مش بس كده، هو مخه في إيه؟ ذهنيته. ودي الحاجة اللي مهمة قوي من وجهة نظري الدراما والسينما تشتغل عليها، ذهنية المتطرف، البناء النفسي للمتطرف، التفاعلات العاطفية اللي جوه ذهن وعقلية ووجدان المتطرف. المتطرف ده وجدانه تبنى ازاي؟ انا اتمنى ان انا اشوف النوع ده من الافلام سينما، يعني فيلم ينزل بقى على المنصة، ينزل في دور السينما، اتمنى ان انا اشوف ده، اتمنى ان انا اشوف الدراما بتناقش الفكرة دي، ذهنية هذا الشخص وتركيبه الوجداني. طيب خلونا من هذا الموضوع، عمليا هو الموضوع امن وسياسه وافكار وتفكير وتفاعلات انسانيه، وزي ما بقول لكم كده. النهارده الحقيقه كان في تصريحات للسياسي البارز استاذ حمدين صباحي حول انه تحديدا انه احزاب الحركه المدنيه الديمقراطيه بترحب وبتقدر دعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار السياسي، واللي اطلقها خلال حفل افطار الاسره المصريه في الاسبوع الاخير من شهر رمضان. وتذكروا حاجه بالمناسبه قبل ما نكمل تصريحات الاستاذ حمدين، انه انا امبارح كنت بقول ايه؟ كنت بقول الاتي، كنت بقول يا جماعه كمان لازم تشوف انه هذا الحوار السياسي اللي اطلقه فخامه الرئيس ليه ميزه عظيمه، الا وهي وضع هذه الجماعة المتطرفة وأشباهها والمنبثقات عنها في عزلة تامة. خد بالك، الجماعة المتطرفة، هذه الجماعة المتطرفة الإرهابية الحقيرة جماعة الإخوان، وهي حقيرة من وقت التأسيس بالمناسبة يعني. وأنا بقول لك تاني، لو سمحت ما تديش ودنك لحد يقول لك أصل حسن البنا كان كويس بس هم أفسدوا الجماعة. لا، حسن البنا كويس
ولا هم أفسدوا الجماعة، هو أصلا فاسد العقل والنية. ده بس إيه عشان نبقى على مية بيضة زي ما بيتقال. ده أولا. ثانيا، حوار سياسي بهذا الشكل يطلقه الرئيس وبهذه الظروف وبهذه الملابسات، مش هقولك حتى ملابسات، بهذا الشكل وتفاصيله العامة وتفاصيله شديدة الدقة، يعمل ايه؟ يخلي ان الجماعة اللي طول الوقت بتصف نفسها بانها معارضة وانها لها آراءها السياسية وان لها توجهات فكرية وان لها طرح، لا انت معارض ولا انت ليك توجه ولا انت ليك طرح، انت ارهابي حقير، ده بمنتهى البساطة. فيعزل، فيصبح الجميع واقفين، الجميع بقى هنا فيما عدا هذه الجماعة الحقيرة، واقفين واقفين منضمين مصطفين على أرضية وطنية واحدة. بيأكد، وهنا بقى برجع لك لتصريحات أستاذ حمدين، بيأكد أستاذ حمدين صباحي أن الحركة لم تضع، الحركة المدنية الديمقراطية يعني، لم تضع شروطا مسبقة لهذا الحوار، وإنما طرحت رؤى وأفكار وعوامل من أجل إنجاحه، وبيوضح أن نجاح السلطة هو نجاح للمعارضة والعكس صحيح. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة، في دي أنا كل مرة ببقى عايز أتوقف بصراحة، يعني دايما في جملة اعتراضية كده. أنا الناس اللي تحب تدقق دايما أي مصطلح، وبتغاظ جدا من فكرة ابتذال الكلام، أنت عارف ابتذال هو إيه؟ رواجه غير المبرر وغير المفهوم دون الوقوع على معناه الحقيقي، هو ده الابتذال بالمناسبة. طيب. يجي يقول لك إيه؟ أنا مختلف مع النظام السياسي في مصر، أنا بس عندي سؤال، أنت عارف يعني إيه نظام سياسي؟ والله أنا بتكلم جد ومش عايز أتفزلك والله ولا أطمئن، أنت عارف يعني إيه كلمة النظام السياسي؟ النظام السياسي مش معناه طبقة الحكم بالمناسبة، يعني كلمة النظام السياسي في التعريف الكلاسيكي أو التعريف العام الدولي المنتشر الانترناشنال ديفينيشنز في مرجعيات العلوم السياسية، نظام سياسي تعني طبقة الحكم ومعارضته، فهمني؟ طبقة الحكم ومعارضته، عشان بس نبقى متفقين. ولهذا أنا عجبني الجملة الأخيرة لا أستاذ حمدي، إنه نجاح الدولة، أو أستاذ حمدي قال نصا، استنى هقراها لك، نجاح السلطة هو نجاح للمعارضة والعكس صحيح. دي جملة صح وجملة حلوة، النجاح دائما يصب في مصالح الطرفين، المعارضة نجحت، طبقة الحكم ناجحة، طبقة الحكم ناجحة، المعارضة ناجحة، هو ده المناخ اللي لازم الكل يشتغل عليه، وهو ده اللي لازم يفضل الأساس الرئيسي بالمناسبة. وهنا أنا أنصح المعارضة المصرية إذا كان لي حق النصح يعني كمواطن، خلونا أذكياء، وده مهم جدا، خلونا أذكياء. طيب، أشار أستاذ حمدين إلى أنه أحزاب الحركة المدنية لم تطرح طلبات تتجاوز الدستور نصا أو روحا، ولم تستخدم لغة الشروط، وقال نحن ندخل الحوار بنوايا حسنة حتى نصل إلى نتائج أفضل لمصلحة بلدنا. حلو الكلام. شدد القيادي السياسي البارز والكبير على أنه أحزاب الحركة المدنية في مصر حريصة بشكل واضح على الشعب والدولة والوطن، وهي تعارض من موقع الولاء للشعب والحرص على الدولة والبحث عن الأفضل الذي يجعل الحياة أفضل للجميع. طيب، هنا بتنتهي تصريحات أستاذ حمدين صباحي، واللي بقى أظنها تترجم بشكل أو بآخر المنظور اللي في مخي اللي قلت لك عليه. هذا مش بتنتهي، يعني لسه فيها استكمال. هذا أمر يضع هذه الجماعة غير المباركة في حالة عزلة. ولهذا أنا بقول لك أهو، الجماعة هتفضل طول الوقت تشتغل. طول الوقت هتشتغل على انها تحاول تشكك في الحوار الوطني، وتشكك في نظام الحكم اللي احنا متفقين انه طبقة الحكم ومعارضته، وهتفضل تشكك في الكل، وهتفضل طول الوقت تقعد تتخبط، وهتفضل الوقت تقعد تلوش، وهتفضل طول الوقت من دلوقتي انا بقول لك اهو، هتفضل طول الوقت تحاول ممارسة ما نطلق عليه واصبحنا فاهمين يعني ايه الاغتيال المعنوي. هتحاول تهدم ثقتك او تزعزعها في كل الناس. ليه؟ هم في عزلة، مرميين وهيفضلوا مرميين. طيب، تعال بقى نروح على وزارة الأوقاف، واللي بتبدأ النهاردة تطبيق قرار عودة الدروس الدينية والمقارئ وتنظيم زيارة الأضرحة
وده حلو جدا ورائع. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور ايمن ابو عمر وكيل وزاره الاوقاف لشؤون الدعوه. اهلا اهلا بيك يا دكتور. اهلا اهلا استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ ازاي الصحه؟ كله تمام بخير الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه يا فندم. ويمكن هبدا الاول بانه بالتاكيد نعزي انفسنا جميعا في شهدائنا اللي راحوا ضحيه او نتيجه اداء واجبهم ناحيه الوطن، وبنتمنى بالتاكيد لا يعني المصابين بان هم يا رب يا رب يا ربنا يشفيهم ويعافيهم ويعودوا الى بيوتهم بالف سلام. طبعا خالص العزاء لقواتنا المسلحه الباسله وللشعب المصري كله، ويعني احنا بنقول ان الشهداء ده فئه من الخلق اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، يعني الشهاده اصطفاء، والله سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه من يشاء. والحقيقه ده اشرف واكرم ما يقدمه الانسان لوطنه، ان هو يفتدي وطنه ويفتدي عرضه بروحه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الصالحين، وأن يرفع درجاتهم في عليين، وأن يلحقنا بهم على خير إن شاء الله. الحقيقة احنا يعني ده بيأكد أن احنا لازالت الحرب مستمرة يوسف مع هذه العقول التي تحمل أفكار عفنة وأفكار منحرفة، مع هذه الفئة من الناس الغادرة، مع خوارج هذا العصر صحيح، الذين لا يعرفون قيمة لوطن ولا يعرفون قيمة الإنسانية. يعني بيستهدف محطة مياه، فيعني ما فيش حاجة ما فيهاش إنسانية ولا تقبل من عقل ولا تقبل من دين، فضلا عن أن كل كلامهم ده لا يمت لدين الله ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لهديه بصلة. والناس بس لو تستوعب شوية وتركز وتشوف اللي بيحصل قدامها هتعرف أن كل ده أمر لا يقبله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر عاري تماما وبعيد تماما عن وسطية هذا الدين وسماحته. طب دكتور أيمن، ده ياخدنا إلى بيت القصيد زي ما بتقال حضراتكم في وزارة الأوقاف، يعني يمكن تكونوا من أهم الأدوات اللي من شأنها أنها تعمل عملية تنقية دائمة للأفكار، وأنه الناس تقدر تصل إلى الفصل ما بين مثل هذه الجماعات وأفكارها شديدة التطرف، شديدة الدموية، شديدة الإرهاب، وما بين الإسلام في صحيحه. وبمناسبة أنه تعود الدروس مرة تانية إلى مساجدنا، خطة الأوقاف إيه في هذه الدروس، وفي لو حبينا نسميها معركة وعي؟ صحيح، هي معركة بناء وعي، معركة تصحيح وعي مغلوط، تصحيح مفاهيم مغلوطة، نشر الفكر وسطي مستنير، يعني أساء إليه هؤلاء الذين ينتسبون إلى الدين والدين منهم براء. هي مجابهة ومواجهة للأفكار المنحرفة والمتطرفة، وده كله في الدور التنويري والتثقيفي المنوط به وزارة الأوقاف. الحقيقة احنا يوسف على 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 اتجاهات عديدة، لأن هي كما هي حرب يعني نحتاج فيها للقوات المسلحة، حرب نحتاج فيها للقوة الفكرية والمواجهة الفكرية، مش علشان بعض الناس دي اللي هو خلاص انت زي ما حضرتك قلت من شوية صعب انك تغير افكارهم، لكن علشان نحصن عقول شبابنا وعقول ابنائنا وعقول الناشئة من ان هم تلتبس عليهم الامور بامثال هذه الافكار. الحقيقة عندنا اكتر من اتجاه، عندنا المؤلفات، عندنا المؤتمرات، عندنا تعامل على السوشيال ميديا، ويمكن انا كنت في لقاء مع حضرتك قبل كده واتكلمنا عن الامور دي بتوسع. لكن اللي حضرتك معنيين بيه دلوقتي وحضرتك بتسال عنه، احنا هنعمل ايه بعد افتتاح المساجد وبعد عوده المساجد وبعد الفرحه الكبيره اللي شافها المصريين بالعوده، واسال الله سبحانه وتعالى الا يكتب علينا اغلاق للمساجد مره ثانيه. الحقيقه احنا هنتوجه في المساجد بعده انشطه من شانها انها تشتغل على إعمال العقل وإعمال الفكر. يعني إحنا هنشتغل عندنا حاجة اسمها المقارئ القرآنية. المقارئ القرآنية دي كانت بتبقى معنية بالأئمة ومعنية بأعضاء المقارئ اللي هم أصلا حفاظ، بس كانوا يقعدوا مع بعضهم كده يبقى في تدارس للقرآن. أيوة. لمعاني القرآن، لأحكام القرآن. إحنا هنزود بقى، مش هتبقى بس القضية واقفة عند حد الأئمة وأعضاء المقارئ، لا، إحنا هنفتح لجمهور المصلين في المساجد، لكل رواد المساجد. هيبقى في يوم الجمعة عقب صلاة العصر حلو، مجلس قرآني أو مقرأة قرآنية لكل من يحب أن هو يتعلم القرآن على يد المشايخ المتخصصين من أبناء وزارة الأوقاف. هيتعلم القرآن، يتعلم التجويد، وكمان يتعلم معاه الفهم
فهم المعاني، لان ده احنا بنركز على دي جدا، لان اللي بيقتل بيقتل وهو بيحفظ القران، اللي بيقتل بيقتل باسم الدين، لكن هو مش فاهم دينه، هو حافظ ايات وبينزل الايات في اماكن غير الاماكن اللي ربنا سبحانه وتعالى ارادها. ايوه، فيلوي عنق الايه ويلوي عنق النصوص علشان يخدم ايديولوجيه لحد غيره او اجنده لحد غيره هو موجهه ان هو يمشي فيها. يعني في هذه المقارة يا دكتور هيبقى فيها دروس وتفسير وشرح للمعاني، وهل هيبقى فيها مناقشه؟ ده محور تاني جميل انك سألت لحضرتك السؤال ده. محور تاني بقى محور الدروس الدينية. وده هيكون موجود بالليل وبالنهار في المسجد. جميل. يعني احنا عندنا حضرتك يا شيخ يوسف المساجد، في مساجد كبرى بيبقى فيها اكتر من امام، اتنين او تلاتة، وفي مساجد بيبقى فيها امام واحد بس. ماشي. تم التنسيق ان المساجد الكبرى اللي يبقى فيها امامين هيكون دروس العصر يوميا من يوم الحد للخميس. من يوم الحد للخميس بعد العصر. أوكي. وهيبقى بالليل موجود خاطرة دعوية خفيفة هتبقى من يوم الحد ليوم الأربع. فضلا عن ان احنا هنرجع بقى بدروس الواعظات، عندنا مجموعة من الواعظات المتميزات تم تأهيلهم وتدريبهم في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، ويعني ما خدوا دورات، عايز أقول لحضرتك كمان في الاستراتيجية والأمن القومي في أكاديمية ناصر، وفي ناس خدت دورات في مكافحة الفساد في الرقابة الإدارية. يعني احنا بنتعاون مع جميع مؤسسات الدولة علشان يكون عندنا إمام مستنير صاحب فكر ورأي، وتكون عندنا واعظة مدركة للواقع اللي هي بتعيشه وبتتكلم فيه. هنبدأ بدروس الواعظات هتبقى كل يوم عقب صلاة الظهر في المسجد. هيبقى عندنا بقى في المساجد اللي فيها إمام واحد هيبقى عنده ثلاث دروس في العصر وثلاث دروس في العشاء، حد وثلاث وخميس واثنين وثلاث وأربع. ده غير بقى اللي احنا مستمرين فيه وبندعمه وبنتعامل معاه بقوة، اللي هو التواجد على السوشيال ميديا. يعني احنا في رمضان كان عندنا يعني شراكة كبيرة مع عديد من المواقع ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية، وده كله كان بيبث ويذاع على العديد من صفحات الوزارة ومواقعها. كمان هيكون في اشتراك مع يعني الوزارات الأخرى المعنية ببناء الوعي وبناء الفكر، زي وزارة الثقافة، زي وزارة التربية والتعليم، زي وزارة الشباب والرياضة، واحنا بالفعل في شراكات معاهم، لكن هيتم التوسع فيها في المرحلة اللي جاية، وده كله علشان نكون على قدر المسؤولية في الحرب الفكرية اللي احنا فيها، أو اللي احنا يعني بنتعامل فيها مع هؤلاء الذين يعني أساءوا للدين قبل أن يسيئوا إلى أوطانه. طب ده كلام رائع زي ما بتقال، كلام جميل ما أقدرش أقول حاجة عنه، بس عندي برضو سؤال أخير. أنا كل شوية ألاقي السؤال بيجيب سؤال، معلش عذرني. الدروس بإذن الله هتتعمل سواء إذا كانت المقارئ بتاعت يوم الجمعة أو الدروس اللي هتتعمل أو الدروس الواعظات دي، هيبقى مسموح لينا أن احنا ناخد أولادنا وبناتنا ونحضر هذه الدروس؟ احنا عايزين نعلم ولادنا يفهموا ويعرفوا ويتدرسوا ويتناقشوا. طبعا طبعا، احنا عايزين، احنا بنقول بقى احنا عايزين نعمل يكون في اعمال للعقل. ايوه، احنا عايزين نشيل قصه التلقين صح وندخل في قصه الفهم، فلازم هيبقى في حوار وفي نقاش. الدرس واللقاء اللي في المقرأة القرآنيه بيبقى يختلف عن خطبه الجمعه. خطبه الجمعه عليها ضوابط، ما يعني مش هنتناقش مع الامام فيها. صحيح. لكن في الدروس احنا عايزين، في الدروس دي كده عايز اسال الامام، وعايز ابني لما يلتبس عليه حاجه او يكون عنده فكره يطرحها مع الامام، والامام مستوعب ده كويس وهيبقى متفاعل ومتفاهم مع الناس. لا، هي اصلا مبنيه على الحوار، مبنيه على الفهم اكتر. انا مش قاعد احفظه والقنه ويطلع من عندي مش مستوعب الابعاد والمقاصد اللي جاءت بها الشريعه. احنا الفكره مش في فهم النص، الفكرة مش في حفظ النص، الفكرة في فهم النص ومعرفة المقاصد العظمى التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص. طيب، ده شيء أكتر من عظيم. أنا بشكرك جدا دكتور، كل الشكر ليك دكتور أيمن، على هذا الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة على هذا العرض الوافي، وأنا أعتقد أنه دي هتبقى خطوة أكتر من رائعة. وإن كنت كمان عايز أزود عليها، يعني والله يعني أنا بفكر مع حضراتكم دايما بصوت عالي كمشاهدين، يعني أنا من الناس اللي تشوف مصر دايما هي طليعة التفكير،
ومصر دايما هي راس حربة مواجهة أي فكر متطرف. مصر أكبر بكتير بكتير من إنها بتعيد بناء نفسها أو تعيد بناء وجدان أولادها وبناتها. مصر الدور اللي عليها والحمل والمسؤولية لايقة على حجم مصر وعلى عقل مصر وعلى مفكرين ومثقفين ودعاة ومشايخ وعلماء مصر. احنا لازم يبقى في عندنا مشروع أممي عالمي لإعادة البحث والفحص والتدارس والمناقشة والفهم. وعشان كده أنا يعني أفكر في أنه أنا نفسي أشوف مشايخنا وعلمائنا من وزارة الأوقاف ومشايخنا وعلمائنا بالقطع من الأزهر الشريف، من الجامعة نفسها، من الأزهر ومن المشيخة، إن إحنا عايزين نقدم مؤلفات بتفهم يعني إيه إسلام، بتشرح يعني إيه مسلمين. أنا عاوز الناس تعرف حقيقي بره، مش بتكلم بقى على مصر، بره في أوروبا. أنا عاوز أنهي قصة، ده حلم والله بتكلم جد، أنهي قصة الإسلام فوبيا اللي موجودة، الخلط ما بين المسلم وما بين الداعشي والإرهابي. عاوز الناس تعرف مين هو سيدنا بلال بن رباح، عايز الناس تعرف مين هو سيدنا أبو ذر الغفاري، مش مجرد السيرة المكتوبة المعروفة اللي كنا بنقراها في كتاب الدين أو ولا في كتاب القراءة وإحنا في المدرسة، لأ، ما هو أبعد. تكوين هذه الشخصيات العظيمة، سيدنا العظيمة، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا حمزة على سبيل المثال، سيدنا أبا العباس، وهكذا. لازم نشرح للغرب ده مين هم المسلمين، مين هم الناس التي حملت لواء هذه الدعوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس دي بتفكر في إيه وعايزة إيه؟ ولازم نشرح لهم جدا أفكار الفلاسفة والعلماء والمفكرين المسلمين في العصور المختلفة والمتعاقبة وما إلى ذلك، عشان الناس دي تعرف إحنا مين. لا احنا دعاة قتل ولا إرهاب ولا سفك دماء وما إلى ذلك. وبالتالي هنا يحصل التفريق، وبالتالي هنا يحصل حقيقي مواجهة فعلية من العالم في حربه ضد الإرهاب. طريقة المواجهة الفكرية، مواجهة فكرية من العالم، مش بس إحنا، لكن إحنا الطليعة، إحنا المقدمة، إحنا حجر الزاوية، إحنا رأس الحربة، مش حد تاني. ما هي دي مصر، دي مسؤوليتنا، اعتبرها مسؤوليتك ناحية الإنسانية. أنا بتكلم بجد، إذا كانت مسؤوليتك ناحية الإنسانية أن أنت تبقى فجر الحضارة وفجر الضمير، فأنت أيضا أنت فجر الدعوة، فليكن فجرا جديدا إن أردت. على العموم أفكار يعني بتيجي في الذهن، وأتمنى أن الواحد يشوفها في حياته يعني بتتحقق. الحج بقى كل سنة وانتم طيبين، الأيام عمالة بتجري، وبالتالي تبقى هانت على إيه بقى؟ موعد التقديم، آخر معاد لتقديم الحج للجمعيات الأهلية هيبقى الخميس اللي جاي. وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي غلق باب التقديم للراغبين في أعضاء الجمعيات الأهلية في أداء فريضة الحج لموسم حج طبعا 1443 هجريا 2022 ميلاديا، هيبقى يوم الخميس المقبل. مع الوزيرة الحقيقة أكدت أنه لا نية لمد فترة التقديم عن معادها المحدد، في ظل إيه بقى؟ في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج. كنت بقول لكم الأيام بتجري، وتم فتح باب التقديم للراغبين كان من يوم الحد 24 إبريل 22، ويستمر في تلقي الطلبات أو مستمر تلقي الطلبات في التقديم لحد يوم الخميس اللي جاي، هيبقى 12 مايو 2022. معنا على التليفون استاذ ايمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم ومكافحة المشاهدين. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة يا رب خير، ويا رب يا رب في يوم من الايام كلنا نقدر نلتقي هناك في المسجد الحرام باذن ربنا سبحانه وتعالى. اللي احنا فهمناه انه كده اخر معاد التقديم هيبقى يوم الخميس يا استاذ ايمن. السؤال اللي ممكن دايما يتبادر الى ذهن المقبل على الحج في مصر، ممكن ما يبقاش عارف هيروح يقدم ازاي ويعمل ايه وما الى ذلك، فاحنا عاوزين نقول له من دلوقتي هتعمل 1 2 3 4 الحق قبل يوم الخميس.
طبعا هو اخر مونه للتقديم يوم الخميس القادم ان شاء الله وفقا مع معالي الوزيره، لان احنا طبعا كلنا نعلم ان المملكه العربيه السعوديه اعلنت في شهر رمضان استقبال حجاج من الخارج بعد العامين من عدم استقبال من حجاج الخارج بسبب جائحه كورونا. فبالتالي احنا فتحنا باب التقديم لاعضاء الجمعيات الاهليه للتسجيل سواء عبر الموقع الرسمي للمؤسسه بواسطه الحج تبع وزاره التضامن الاجتماعي او من خلال التقديم الورقي في الادارات الاجتماعيه التابع ليها كل جمعيه اهليه. هنستقبل الطلبات ونسجلها على بوابه الحج الموحده التابعه لوزاره الداخليه المصريه حتى يوم الخميس القادم ان شاء الله، وبعد يوم الخميس هنجري القرعه تحت رعايه بحضور معالي الوزيره، هتبقى في الاسبوع اللي يليه يعني حد اقصى لاجراء القرعه هيبقى يوم 19 مايو القادم، هيتم الانتهاء من اختيار الحجاج ان شاء الله الفائزين باداء فريضه الحج لهذا العام باذن الله سبحانه وتعالى. هل في شروط استاذ ايمن للمتقدم او للراغب في اداء الفريضه؟ هو طبعا هذا العام في شروط تخص اعلنتها المملكه العربيه السعوديه ان السن المتقدم لا يزيد عن 65 عام، وطبعا السن بيتحسب في 30/6/2022. الحاجه الثانيه وزاره الصحه المصريه اعلنت بعض الاشتراطات الصحيه اللي بتضمن الحفاظ على صحه الحج المصري، من ضمنها انه يكون ليس من ضمن اصحاب الامراض المستعصيه زي امراض الفشل الكلوي فتقتضي حالتهم الغسيل الكلوي او بتقتضي او امراض الاورام او امراض الزهايمر، كذلك السيدات الحوامل، كل ذلك في اطار الحفاظ على صحه المواطنين. انما يشترط في حج الجمعيات ان هو يكون عضو مسجل في احدى الجمعيات الاهليه بغض النظر عن تاريخ العضويه، يعني لو انا لسه مشترك في عضو في الجمعيه هذه الايام من حقي ليا ان انا اقدم حج الجمعيات لانه اسمه حج الجمعيات الاهليه. تمام، انا بشكرك جدا استاذ ايمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي، الف شكر ليك. كل سنه وحضراتكم جميعا طيبين، هلموا قدموا الطلبات قدر الامكان، لو سمحتوا ما تنسوش انه يغلق الباب يوم الخميس. فاصل ونكمل الكلام. احنا في الوزارة النهاردة بنرحب بالشباب يعني المبهر لمؤسسة حياة كريمة في الحقيقة، وهي ذراع قوي كبير جدا مع المبادرة الرئاسية الكبرى مبادرة الحياة الكريمة او حياة كريمة برعاية فخامة الرئيس، وايضا مؤسسة حياة كريمة وهي برعاية رئاسية، احد يعني الاذرع العاملة لتنفيذ الفكر المرتبط بحياة كريمة، خاصة الفكر التطويري والإنمائي والتشغيلي. الحقيقة ده بيتوازى مع أعمال وزارة الشباب والرياضة. إحنا في مبادرة حياة كريمة بنعتز ونفتخر إن في المرحلة الأولى لينا 1041 مركز شباب، و1041 مركز شباب 266 مركز شباب جديد خالص في المرحلة الأولى لكرة حياة كريمة، والباقي في الحقيقة هو تطوير لحياة كريمة، وده أضاف لينا لان هنكمل تقريبا كده 5000 مركز شباب على مستوى الجمهوريه في المرحله الاولى الارقام اللي قلنا عليها. النهارده يمكن يعني خطوه جديده من سلاسل الشراكات اللي بتقوم بيها مؤسسه حياه كريمه، وهي خطوه الحقيقه يعني احنا سعداء جدا ونتشرف بيها ان احنا نثمن جهودنا مع وزاره الشباب والرياضه، لان هي تتقابل في العمل بشكل كبير جدا، وتوحيد الجهود بيننا هيكون متقابل بشكل كبير، لان احنا تقريبا كافه الانشطه وكافه المحاور الخدميه اللي بتقوم بيها المؤسسه يعني متشابهه جدا مع وزاره الشباب والرياضة. ويمكن منها طبعا التوعية والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي الخاص بالشباب ومراكز الشباب وتأهيلها وتطويرها، وان احنا نستخدمها كزي منارة في كافة القرى وكافة المراكز الخاصة بمراكز ومشروع حياة كريمة.
أهلا بكم معنا مرة تانية، ولأنك عزيزي المشاهد ولأنك يا عزيزتي المشاهدة لكم الحق الكامل في معرفة كل شيء، فكان مسلسل الاختيار واحد من أهم المسلسلات، واحد من أهم إن لم يكن أهمها بالمناسبة في هذا الموسم، ويمكن خلال الموسمين اللي فاتوا كمان. الاختيار ثلاثة من أهم هذه الحاجات اللي وثقت، خد بالك، مش لبس جرائم الجماعة، نسق التفكير، سمات أعضاء هذه الجماعة، بنائهم الفكري، بيتصرفوا إزاي. جماعة الإخوان اللي هتظل دائما منذ النشأة وحتى النهاية جماعة إرهابية مجرمة ما عملتش حاجة في مصر سوى التخريب تاريخيا. معنا على التليفون فناننا الكبير الأستاذ عبد العزيز مخيون. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا يوسف. أهلا بحضرتك أستاذ عبد العزيز، إزاي صحة حضرتك؟ الله يخليك. رجعت من البحيرة ولا لسه يا فندم؟ لا أنا مش في البحيرة، أنا في المنيا. الله، تعمل إيه في المنيا يا فندم؟ زيارة الأصدقاء. طيب ترجع بألف سلامة، إحنا عاوزين حضرتك ترجع القاهرة علشان نسعد ونتشرف بإنه نستضيف حضرتك. إن شاء الله. بإذن الله سبحانه وتعالى. أستاذ عبد العزيز، يعني وإحنا بنكلم حضرتك إحنا مش بس بنكلم الفنان الكبير، لكن إحنا كمان بنكلم رجل حمل لواء الثقافة والوعي سواء إذا كان في السينما أو في الدراما المصرية. مش بس المشاركة في الاختيار يا أستاذ عبد العزيز، لكن كيفية إظهار الجماعة، كيفية إظهار البناء الفكري في الجماعة، بتشوف الاختيار ساهم في ده إلى أي مدى؟ هو إلى حد كبير. يعني في أحداث وفي مواد طرحت وقرأت من جديد بشكل درامي، فالناس عاشت معاها وتفرجت عليها واكتشفت الحقائق. عظيم. مسألة التوثيق اللي كان بيحصل وبيعرض في نهاية كل حلقة كان مهم لأي مدى أن الناس تشوف الأشخاص الحقيقية وطريقة تفكيرهم ومناقشتهم وكلامهم وجمالهم وتوجهاتهم؟ كان مهم جدا، لأنه كان بيلقي أضواء جديدة على اللي احنا عملناه دراميا، ودي يعني شرايط أو تسجيل الشبكة في المنيا. ايه لا الشبكة يا فندم بتقطع جامد. حاضر هطلع بره. العفو. أيوة. يا فندم. ايوه اتفضل يا فندم. معاك. انا كنت بسأل لان الخط قطع. ده واضح الصوت. كده معقول جدا. انا علشان ما سمعتش الاجابه بسبب اللخبطه بتاعت الشبكه. مساله التوثيق الاخير اللي في نهايه كل حلقه. ايوه ده متاخد من الواقع وتسجيل، يعني في اثبات على ناس افراد شاركوا في الاحداث. ايوه فما فيش يعني مصداقيه اكتر من كده. اهو ادي الناس اهي، وادي افعالهم، وادي كلامهم. تشوف يا أستاذ عبد العزيز إنه اللي حصل في رمضان السنة دي من الدراما المصرية وتحديدا من الاختيار يجب أن يكون حجر يتم البناء عليه في استخدام الدراما والسينما والقوى الناعمة المصرية لإيضاح مثل هذه الأفكار؟ والله أنا يعني هكرر كلامك تاني، وافي عليه. إحنا بهذا وبنقول يا جماعة شوفوا الدراما وشوفوا القوى الناعمة وشوفوا تأثير على الناس، شوفوا إعادة بناء الوعي، إحياء الضمير، إذا يأتي من خلال المجتمع وعلى الأخص الفن الدرامي، لأنه بيوصل إلى قاعدة عريضة جدا من الناس اللي ما بتقراش كتب ولا بتقرا جرايد. صحيح صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ عبد العزيز، وترجع من المنيا للقاهرة بألف سلامة. في أمنية أن احنا نلتقي ونتشرف بهذا اللقاء مع حضرتك فناننا الكبير. كل تحياتي، مع السلامة. ربنا يخلي حضرتك. مع السلامة يا فندم. كل الشكر أستاذ عبد العزيز مخيون عبر هذه المكالمة الهاتفية، وإن كانت قصيرة ولكنها مهمة جدا. خلونا نروح لحاجة تانية برضو مهمة جدا. الفنان التشكيلي الكبير أستاذ محمد عبلة،
يتوج محمد عبلة مع حفظ اللقب مسيرته وفنه بأرفع وسام بتمنحه ألمانيا، وسام جوتا، فيصبح أول فنان عربي يفوز بهذا الوسام. فيا بختنا بأنه مع حفظ اللقب زي ما بقول لكم أستاذ محمد عبلة، يعني أنه هو الفنان التشكيلي المصري العظيم. أستاذ محمد عبلة معانا على التليفون، أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ. أهلا أهلا. أنا أقول أستاذ، ما ينفعش حضرتك تقول أستاذ أبدا أبدا أبدا. اللغة هترفض ده في الجملة، هتقول ما ينفعش. ربنا يخليك أستاذ عبلة. مسألة فوزك بوسام جوتا وهو أرفع وسام في ألمانيا، بتشوفه إزاي؟ يعني هو طبعا يعني هي حاجة جميلة طبعا وجميلة، لأن أنا برضو حاسس بقيمتها، عشان أنا عارف قيمة الوسام، لأن أنا كنت عايش فترة في ألمانيا. أيوه. وعارف قيمة جوتا كشاعر كبير، وإن في يوم من الأيام اسمي بقى جنبه بأي شكل من الأشكال، دي حاجة يعني تشرف. والجميل طبعا من أول فنان مصري أو عربي أو حتى أفريقي يحصل على الوسام ده، ودي حاجة جميلة مهمة كمان. دايما بقعد أفكر في إنه هل فنانين بهذا الحجم زي حضرتك بيبقوا معنيين في مشوارهم بالأوسمة، ولا معنيين بالمنتوج بتاعهم؟ طبعا الواحد بيبقى معني في الأساس بأنه بيعمل واجبه، لأنه في النهاية حركة الإنسان في الحياة دي واجب، يعني في أي مكان. وأنا الواجب ده كنت بعمله في كل مكان بروح فيه، ببقى حاطط في عينيا أن أنا أعمل شغل، قدام عينيا أن أنا أعمل شغلي وأقدم نفسي وأقدم بلدي وأقدم حضارتي وثقافتي بشكل كويس، ومبقاش مهتم بالوسام. كنت اهتميت بيه هنا يعني، ما خدتش أوسمة هنا أصلا. ده هو مما لا شك فيها هيتم التقدير. يعني أظن أنه فكرة حتى التقدير المعنوي من قبل المجتمع المصري وفرحتهم بأنه حضرتك خدت هذا الوسام هو أيضا تتويج حقيقي لهذه المسيرة العظيمة. يعني الحمد لله الحمد لله، حاجة جميلة طبعا ان ردود الافعال الايجابية والسعادة اللي انا اشوفها في الناس اللي بتقابلني وبتتكلمني وبتبعت لي، شيء جميل طبعا، لان هو اي انتصار لمصر في اي حتة هو انتصار لمصر برضه في النهاية، يعني بيلقي الضوء على البلد وبيلقي الضوء على تاريخها وحضارتها، والناس تبدأ تفكر الراجل ده منين وبيعمل ايه وليه يستحق وسام وكده، فبتعمل اضاءة، ده بقى شيء جميل طبعا. ده مما لا شك فيه. انا بشكر حضرتك جدا على المكالمة، ويا رب اعرف اشوف حضرتك في البرنامج بره البرنامج في معرض، يعني لازم نتقابل. احنا اتقابلنا زمان بس لازم نتقابل تاني وتالت. أيوه. وعاشر يعني. أيوه. انا ببقى فرحان ومتشرف بصراحة. الله يخليك. الف الف شكر لحضرتك، الف الف شكر. تستمر مصر دايما في صناعة الحضارة. لازم تبقى فاهم هو يعني ايه حضارة يا جماعة. هي الحضارة هي منتوجك الفكري، هو ده الحضارة. الانتاج الفكري، الانتاج الثقافي، ده الانتاج الابداعي، الانتاج العلمي، هو ده المفهوم الحقيقي للحضارة. فيجي الأستاذ محمد عبلة باعتباره واحد من صناع الحضارة المصريين. خليك فاهم ده، ولا تظن أن في ذلك أي مجاملة للأستاذ محمد عبلة بأي حال من الأحوال، لأنه من أنا، عارف على رأي محمود درويش كده، من أنا لأقول لكم ما أقول، فمين أنا اللي قيم عبلة؟ لكن اللي بقوله أنه خلونا نلتفت جدا لصناع الحضارة من المصريين. هستأذنكم هنروح لفاصل، هنرجع بعد الفاصل هنتكلم في الاقتصاد اللي هو المزيكا بتاعتي اللي أنا بحبها، الملف الاقتصادي، التداعيات العالمية لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفايدة 50 نقطة، يعني 0.5%. طيب هنتعامل مع ده ازاي؟ نتعامل مع ده ازاي في مصر؟ نتعامل مع ده ازاي في الشرق الأوسط؟ العالم تعامل مع ده ازاي؟ انت عارف انه انجلترا هي كمان راحت رفع الفايدة عندها من جهة اخرى، فاصبح سعر الفايدة عندها 1% لأول مرة من فترة طويلة جدا. العالم يشهد تضخم مخيف،
حجم أزمة اقتصادية لم يشهدها العالم على سبيل المثال في أمريكا من 40 سنة. خبرنا الاقتصادي الأستاذ مصطفى بدر يكون موجود معانا بعد الفاصل. طيب أهلا بحضراتكم مرة تانية. الملف الاقتصادي وتداعيات الملف الاقتصادي على مستوى العالم، حالة من التضخم ضربت الاقتصاد في العالم كله. في أمريكا هناك ما يعرف باسم الركود التضخمي. طيب الفدرالي الأمريكي رفع الفايدة تاني، طبعا احنا كنا في الأجازة، هم ما كانوش في الأجازة، رفعوا 50 نقطة. حلو. طيب السؤال بقى، ده معناه ايه وتأثيراته ايه وكيفية التعامل معاه ايه؟ حظنا الجيد احنا معانا ضيفنا العزيز الخبير الاقتصادي الكبير دكتور مصطفى بدر، منورنا داخل الاستوديو. ربنا يخليك. صح الحمد لله. ربنا تمام الحمد لله والشكر لله. الاول يعني ايه الفدرالي الامريكي رفع ال 50 نقطة او النص في المية؟ طيب علشان ايه؟ طيب علشان عنده حالة من التضخم، مستويات الاسعار زادت كويس، وفي طبع فلوس كتيره. ده ما اكلم حضرتك ببساطه خالص، فهو عايز يحجم التضخم يعني يجمع الفلوس تاني، فبيرفع سعر الفايده. جميل. ده بمنتهى البساطه خالص. بس العالم عارف ولا الناس مش عارفه؟ لا احنا كنا عارفين كلنا. الفيدرالي الامريكي صرح من بدايه العام، قال لك ان هو هيكون في سياسه لتحجيم التضخم اللي هي الزياده عن المتوقع بتاعه، اللي هم التضخم عنده في ارتفاع يعني، ووصل قرب 8.5%. ففي توجه عندهم السياسة النقدية هتكون على 6 يعني جلسات هيرفع فيها مستويات سعر الفايدة. ابتدى في مارس الماضي 25 نقطة، يعني 0.25%. ابريل اللي هو مايو سوري اللي احنا فيه ده الاجتماع الثاني يعني رفع 50 نقطة، 55% نص في المية يعني 50 نقطة أساس. هيتوجه بعد كده في ارتفاع. طبعا هيتوجه بعد كده في ارتفاع. في تضخم جاي اصلا من جائحه كورونا وسلاسل الامداد، ثم ابتدت الحرب الروسيه الاوكرانيه، فالعمليه في تضخم بيزداد يوم بعد يوم، مرحله بعد مرحله. القوه الشرائيه ضعيفه كمان في الاسواق. ليه؟ لان في دول كتير قفلت في جائحه كورونا. فترتب ذلك على ذلك، شايف حضرتك الترتيب ده كله أدى لارتفاع التضخم الكبير اللي أنت بتشوفه. أوكي. وللأسف الأسواق في العالم بقى كلها لجأت وصارت نفس المسار الأمريكي. حضرتك أكيد تعلم وكل مشاهدينا، في نفس الوقت 5 دول خليجية، السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، ثم تلتهم قطر، وطبعا ارتفعت الأسعار سعر الفايدة. طبعا الاتحاد الأوروبي تاني يوم إنجلترا رفعت سعر الفايدة، ابتدى جزء من الاتحاد الأوروبي يرفع. كل ده ارتفاع كبير جدا في التضخم، مؤثر تأثير كبير جدا على مستويات الدخل في الأسر في العالم كله وفي المجتمع الدولي كله. كويس جدا كده مفهوم. السؤال بقى، هل ده ليه تأثير مباشر على اقتصادياتنا في الشرق الأوسط بخلاف سعر الفايدة؟ طبعا ليه تأثير كبير جدا على اقتصادات العالم كلها. بس خليني أقول لحضرتك واحدة واحدة كده. هو الارتفاع الكبير جدا في مستويات الأسعار دي ناتج عن إيه؟ خلينا ناخد حاجة واحدة بس اللي هي البرزة اللي العالم حياته كله بيعرفها. أولا ارتفاع كبير جدا في دخل من دخول الهامة هو سعر برميل البترول. طبعا برميل البترول يا فندم كان في حدود $80 العام الماضي 2021، ده في نهايته يعني. السنة دي احنا واحنا بكلم حضرتك تقريبا $110 للبرميل، وانا هقرب الأرقام. يبقى في زيادة قد ايه حضرتك؟ 40% تقريبا. ال 40% دي اعكسها على أي مستوى سلعة أو خدمة، يبقى حقت اي سلعه او خدمه ارتفعت حوالي من 50 ل 60، وزود بقى براحتك يعني على حسب كل دوله من الدول المختلفه، سواء في اوروبا او في اسيا او في افريقيا او في الوطن العربي. ده كمان الغاز، لا قلت حضرتك سلاسل الامداد والشحن والنقل والنولون والتامين على كل ده ارتفع. مش عايز اقول لحضرتك 200، ده يبقى رقم قليل 200%. طبعا ده يبقى رقم قليل، ده في اكتر من ذلك. وطبعا ده أدى لإنعكاس كبير جدا، إن كثير من المستثمرين في العالم ابتدت تنسحب انسحاب كبير جدا، بالأخص الاستثمار الغير مباشر،
اللي احنا بنسميها الاموال الساخنه. هي كلمه مش غلط يعني، تخرج من الاسواق الناشئه توصل للسوق الاساسي الامريكي او الاسواق الامريكيه نظرا لارتفاع سعر الفايده هناك، وتصنيفها الائتماني طبعا جيد، فاشياء مضمونه بالنسبه لهم، فبياخد حصيله ماليه او عوائد ماليه اكثر من اللي موجوده عنده في الشرق الاوسط او في الاسواق الماليه كويس اللي هي بنسميها الاسواق الناشئه. فكل ده بيأثر على الوضع الاقتصادي. طبعا بيأثر على الأوضاع الاقتصادية، لكن اسمح لي كده بسرعة في ملمح مهم، هي مصر بتعرف تتصدى لهذا الأمر؟ طبعا إذا كان جائحة كورونا اللي هي الأصعب ربنا نجانا منها وخرجنا وإحنا يعني زي ما نقول في وضع صلب. الوضع الصلب ده ناتج عن إيه؟ عن الاستراتيجية اللي إحنا تبنيناها من 2016، ابتدينا نعمل عملية إصلاح، وإصلاح مالي ونقدي، وإصلاح استراتيجي لأن يكون عندك مخزون لكثير من السلعة. حضرتك في عز الأزمة النهاردة والارتفاع الكبير دي اللي بكلم حضرتك عليه، في دول أكيد حضرتك تعرف التضخم وصل فيها 70%. طبعا إحنا تقريبا عندنا هنا في مصر اللي هو يعني نهاية إبريل، وده تقريبا يعني أنا بقول 14% بالتقريب، يعني أنا بقرب حضرتك الرقم. شوف قد إيه الوقت اللي اتخذته بعض من الدول زاد التضخم فيها ب 30-40% في الاربع شهور اللي فاتوا دول. مصر التضخم اللي بيزيد فيها حوالي 2% 1.5% في الشهر. تخيل حضرتك احنا وصلنا ل 14 تقريبا، وفي دول تانية ابتدت تزيد. طبعا امريكا 8.5% ما شافتهاش من 40 سنه، انجلترا نفس الحكايه ما شافتش من 30 سنه لارتفاع التضخم ده كله. لكن الحمد لله النهارده ما فيش سلعه ناقصه في السوق، التضخم عندنا النهارده بيتم حصاره، ومحدش يعني شايف ارتفاع مهول او في نقص في سلعه او في نقص في الغاز او في البترول. وحتى التغير في لجنه البترول كان رفع السعر تقريبا قروش يعني ربع جنيه او حاجه. كل ده النهارده حيث يوضع في ميزان من ذهب مقارنه بدول تانية. حلو جدا. طيب الناس دايما بتقعد تتساءل الى متى تستمر تداعيات هذه الازمات الاقتصاديه المتلاحقه المتعاقبه المتلاصقه ما بين الكورونا وما بين الحرب الروسيه الاوكرانيه؟ لا ده سؤال صعب. لا سؤال صعب، لكن احنا طبعا ما بقدرش اقول لك الحرب هتنتهي، انا بتمنى يا رب الحرب تنتهي. اتمنى انها تخلص دلوقتي. بالظبط، لكن لو الحرب خلصت دلوقتي كل الاقتصاديين في العالم اتفقوا ان تداعياتها هتقعد من سنة لاتنين، ده لو في إرادة من المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي هتلحق بالعالم كله. حضرتك ذكرت في المقدمة كلمة بسيطة خالص بتقولها، أصل في حاجة ممكن تحصل اسمها الركود التضخمي. أنت عارف يعني إيه؟ يعني العالم تقريبا هيكون في شبه شلل تام إنتاجيا، وأيضا لو كان في إنتاجية يعني بتزداد حاجة بسيطة هيبقى في يعني للأسف توقف من مجريات السياسة النقدية اللي احنا بنشوفها دي، هتأثر تأثير كبير جدا على دخل الأسر في العالم كله. ويمكن حضرتك سامع دلوقتي في أمريكا ابتدوا يكون في تشدد في عملية الإنفاق، وأيضا في إنجلترا وفي ألمانيا، وألمانيا طبعا يمكن أشهر مثل بنتكلم فيه دايما. صحيح. شرطوا ان محدش يشتري اكتر من ازازه زيت وكيلو دقيق للفرد، وفي انجلترا بيدي سياسه تشدديه في الاسراف لانماط السلوك يعني، والاتحاد الاوروبي نفس الحال، امريكا نفس الحال. امريكا تخيل حضرتك ان تقريبا انا بقرب الرقم يعني برضه 50% بطلوا ياكلوا بره البيت، 50% ابتدوا يستخدموا الباصات ووسائل النقل الجماعي دون استخدامهم للسيارات الخاصه بيهم. فالتوجه اللي احنا رايحين له للاسف تداعياته وتأثيراته كبيرة جدا. أنا ليا صديق عزيز جدا يعني بيشتغل في شركة ضخمة على المستوى الدولي، مكتبه في إنجلترا. فكنا بنتكلم امبارح تحديدا، فبقول له أحمد أنت شايف الأزمة في إنجلترا بتحصل يعني إيه الوضع عندكم عامل إزاي؟ فبالظبط كده قال لي اللي عاوز يعرف يعني إيه أزمة اقتصادية يتفضل ينور في لندن. قلت له إلى هذا الحد؟ قال لي والله 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 هو عارف، أنا بقصده هو يعني هو عارف. والله امام ربنا. قال لي انتوا قاعدين في مصر في جنه جنب اللي احنا شايفينه. مظبوط. قلت له يا عم وبتاع. قال لي والله الوضع في انجلترا وحش. طيب ممكن اقول لحضرتك ويعني ازيد بيت في الشعر هذا الامر. انجلترا عندها ازمه لان ازدادت ازمتها بعد ازمه خروجها من الاتحاد الاوروبي البريكست. صحيح.
وطبعا يمكن تتذكر حضرتك أزمة السواقين للشواحن والأزمة البترول وأزمة المصانع، وطبعا وصل لها أزمة كبيرة جدا إن هي مش عارفة تتراجع ترجع تاني الاتحاد الأوروبي في ظل الأزمة اللي احنا فيها، ولا عارفة تكمل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي البريكست، وده مؤثر تأثير كبير جدا على رئيس الوزراء في بريطانيا، والانتخابات عندهم للأسف جاية مش في صالح رئيس الوزراء. انت خدتني للسياسة، ولكن انا بوريك انعكاس الوضع الاقتصادي ده. هو في دوائر في لندن خلاص يعني حزب المحافظين خسرها بالضبط، وده مؤثر تأثير كبير جدا على الوضع السياسي في انجلترا. وكمان اقول لحضرتك كمان ايرلندا بتحاول ان هي تنفصل كمان الانفصال النهائي بعد فوز اللي هو الحزب الجديد اللي هو ما بقاش يعني مفسي من اكتر من مش عارف كذا سنة، وابتدى يتجهوا ان يكون في احتمالية انفصال برضو عن انجلترا. انا عايز بس اوري حضرتك النموذج ده بتاعنا مصر عملت ايه. نجحنا اللي احنا شفناه ده محقق قد ايه تقريبا؟ اولا الحمد لله تصدينا لتداعيات أزمة جائحة كورونا طبعا بالمجهود يعني زي ما نقول التعب اللي احنا شفناه، خرجنا بالنتائج اللي انت حضرتك شايف. في الوضع الاقتصادي صحيح عندنا تغير في ارتفاع في السياسة النقدية في سعر الصرف، ولكن الحمد لله توفر في السلع، توفر في منتجاتنا المواد البترولية، ولكن في الأهم ان احنا زدنا في الصادرات امام العالم كله ابتدى كان يتراجع، لكن احنا الحمد لله عندنا زيادة في الصادرات عن عام 2021، ووصلنا تقريبا لأكثر من 32 مليار دولار صادرات دون النفطية. يعني حضرتك لو ضفت النفط كمان تقريبا بنتكلم بأكثر من 42-43 مليار دولار. ده كله ليه أثار من نتيجة المجهود اللي تم تحقيقه في سياسة الإصلاح الاستراتيجي لهياكل الدولة المصرية. حلو جدا، فضل. يعني عملية أو سياسة الإصلاح الهيكلي لو صح التعبير في الاقتصاد المصري وسياساته النقدية والمالية أتت بالثمار اللي خلتنا في الأزمة دي بنحقق أقل خسارة ممكنة. مظبوط، ولغاية إن أنا بكلم حضرتك فيه إحنا تصدينا باحترافية. حلو. لكن أنت ما تعرفش التداعيات اللي جايلك من بره، زي ما قلت حضرتك كده أنا خدتك مثل واحد بس. طب البترول بكرة بقى 120 130 هتعمل إيه؟ طيب بلاش كده، لا قدر الله أكتر مأساة الأمور وابتدت انت عارف ان احنا دولة بنستورد القمح من الخارج، وتوقف اسعار او توقف سلاسل الامداد او توقفت اي صحيح. جراء هذه من المشاكل على البورصات في العالم، بورصات الحبوب المحاصيل الزراعية او في الغاز، التصور هيكون ايه؟ علشان كده بقى السيد الرئيس في الفطار اللي كان فطار الأسرة في رمضان قال ان الحكومة تطلع توصف للناس الوضع الاقتصادي المصري، وازاي ان احنا بنجتهد ونعمل على برنامج موضوع واحد، توطين الصناعة. صح، دي قضية امن قومي يا فندم. زي ما احنا عملنا طبعا هو مش متكامل، بس احنا لسه الدولة بتسعى، الرئيس بيسعى. توطين الزراعة توطين الزراعة ده يا فندم هو اللي يمكن انقذنا دلوقتي ومخلناش نستورد كل القمح اللي هو مطلوب للتخزين الاستراتيجي الخاص بينا. اتنين، عملنا الصوامع اللي هي وفرت امن استراتيجي لحماية الناس، بيكون كان فيه هدر تقريبا كل سنة مش اقل من 10-15%، النهاردة وفرناه، وفرنا عملة صعبة. الامر الاخير ان انت النهاردة بتوطن عملية الاستثمار المباشر مع الجهات الخارجية. احنا عملنا بنية تحتية قوية اقتصادية. صحيح. عندك العديد من المشروعات القومية، ازاي تتوجه للعالم ان انت تقدم لهم نماذج. مصر بتخاطب العالم، واكيد حضرتك تعلم جيدا هذا الامر، ان احنا بنضع فكر استراتيجي جديد للمشاركة ما بين القطاع الحكومي او الحكومة والقطاع الخاص، عن طريق كمان ان احنا نبحث مع شركاء استراتيجيين، شركات عالمية تخش مصر تبحث عن فرصة. بالنسبة لنا دي فرصة ذهبية. ليه؟ لأن الوضع اللي في أوروبا النهاردة أو في أمريكا والتداعيات الاقتصادية أكيد في ناس بتحاول تبحث عن أماكن آمنة. صح، تبحث عن أن تكون أموالها آمنة. هو ده حقيقة الخطاب إن شاء الله، أكثر أماناً واستقراراً وفي معدل نمو زيادة.
حلو قوي. والسوق كبير. طيب انا عايز استاذن في الحط في الحته دي تحت في الحط في الحته دي تحديدا، معدل نمو متزايد وسوق واسع. مظبوط. طيب هنروح للفاصل ونرجع مره تانية للدكتور مصطفى بدرة، لو سمحتوا استنونا عشان الحته اللي جايه دي هي اللي فيها البهريز. استنونا. الذهب مرتبط بالبورصة العالمية، ان هو سعره سعر البورصة العالمية. طيب احنا اللي بيحدد سعر الذهب حاجتين، اول حاجة سعر الدولار، علشان الأونصة لما بينزل سعرها في البورصة بتنزل بالدولار، عشان نحولها لازم نلتزم بسعر الجنيه بالمقابل لسعر الدولار. لما سعر الدولار بيزيد اوتوماتيكلي لازم سعر الذهب يزيد. وتاني حاجة العرض والطلب على السلعة نفسها عالميا اللي هي الذهب. فكرة الذهب سعره هيزيد ولا هيقل صعب جدا ان حد يقول او يتنبأ بسعر ده بيزيد ولا هيقل، بس بيبقى فيه مؤشرات. اللي بيشتري بيشتري جنيهات وسبائك، النظر ان احنا في العيد ودايما الجوازات والشبكات مقترنة بالعيد، فبيبقى فيه طبعا شراء شبكات. العيد المرة دي كان اكتره سبائك وجنيهات. سعر الدهب طلع حوالي 300 جنيه من في خلال تقريبا شهرين تقريبا. طلع في أول مرة بعد التعويم الأولاني اللي حصل في شهر مارس، طلع من 870 جنيه طلع لغاية 1000 جنيه 1100 جنيه، النهاردة بـ 1250 جنيه. هو طبعا تأثر كتير بالنسبة للحروب والبورصة والحاجات دي، فالدهب زايد كتير مش شوية. وبالنسبة لسعر الدولار بيعلي سعر الذهب، والبورصة كمان بتعلى، وحركة اتجاه البيع بتقل شوية، بتتجه لحاجة معينة مش لمشغولات بالنسبة لسبائك جنيهات. سعر الذهب عالميا أقل من السعر في مصر، ما احنا بنقول ان هو سعر الذهب عالميا لما بيتحسب على الدولار ب 23 ارتفاع في مصر ارتفاع غير عادي. يعني التجار الكبيره اللي هي بتاخد الامر ان هي بتدي لك السوق او بتتعامل بالسوق على الدولار هي اللي وقفت الكلام ده. ما هو مش عارف يبيع لك ايه، ما انا عشان ابيع 10 جرام لازم اشتري ال 10 جرام. طب انا عايز اشتري، معايا فلوس عايز اشتري منين؟ ما هو فيش مواقف، ما هو مش هيبيع لي ولا هيشتري لي. حتى الشركة اللي هي بتاع السبائك والجنيهات وقفت برضو من قبل العيد بثلاث أربع أيام، يعني ما فيش لا جنيه ولا سبائك ولا في السوق حاجة. اللي بروح على ورشة أنا عايز دول. طيب خلونا نجدد الترحيب مرة تانية بضيفنا العزيز دكتور مصطفى بدرة خبرنا الاقتصادي المعروف. وهرجع على المسألة زي ما كنا بنقول، طيب انا اقدر اجذب استثمارات علشان خاطر بقول يا جماعه احنا في هذه المنطقه في هذا البلد بالتحديد الاستثمار امن واكثر استقرارا وفي معدلات نمو. مظبوط. حلو. وعندي بنيه تحتيه تستوعب هذا الاستثمار. جميل جدا. بناء على ايه؟ بناء ان عندك وفر الحمد لله في الكهرباء تقدر تمد للمصانع وايضا تصدر للخارج. عندك من الطرق والكباري اللي احنا بنسميها شرايين التجارة داخل الدولة، اعتقد ده تساهم في التيسير على حركة النقل لو انت ابتديت تعمل مشروعك في اي منطقة. ثلاثة، وده بالنسبة لي اللي في غاية الأهمية، سوق. طبعا سوق كبير، لكن مصر او الدولة والقيادة السياسية بنت المناطق اللوجستية، واكيد حضرتك تسمع دايما المصنع على المفتاح. ودايما كنت انا بقول وبرجو الساده المحافظين اللي عنده منطقه او منطقه صناعيه او منطقه لوجستيه يعرف كده كل شهر باع منها قد ايه، باع منها خمسه، طب الشهر الجاي باع خمسه كمان، لو خلص ال 100 مصنع مثلا يبقى ده تمام كده كويس جدا بالنسبه لنا، ونبتدي نعمل حملات ترويج للمنتجات دي. لكن لو لسه متاخر شويه ما باعش يبقى لازم يكون في مساندة من الجهات الاقتصادية والاستثمارية للترويج لهذه المناطق علشان نقدر نستفيد منها، بلاش احنا بنيناها وللأسف يعني متجمدة.
دي أمور في غاية الأهمية بالنسبة لنا. ومصر بنت العديد من الأماكن دي، سواء بقى في بورسعيد، سواء في الصعيد، سواء النهاردة في الجانب الغربي، بنتكلم على كثير من هذه الأمور. الحاجة الثالثة والأهم، إحنا الحمد لله سوق كبير، وأيضا منفتحين على الدول في إفريقيا. حلو. وإفريقيا سوق مليار وتقريبا 200 مليون، علاقتنا السياسية فوق الممتازة، الوطن العربي كله بيرحب بينا وبمنتجاتنا، وأعتقد كمان في الوضع الراهن لا، وهتلاقي الاتحاد الأوروبي كمان مرحب بيك منتجاتك، يعني في ظل مواصفات قياسية ومعدلة جودة. بالضبط طبعا. لا ما هو شوف حضرتك، السيد الرئيس ألزم كل المصنعين إن احنا نضاهي وننافس المنتجات الغربية والأوروبية وحتى الصينية. مش في كل المنتجات صحيح، ولكن احنا ابتدينا نكون مميزين، وأعتقد ان احنا ابتدينا نخرج حتى بالمحاصيل الزراعية للخارج. الأسمدة بعض من الصناعات التحويلية في الخارج، ده بالنسبة لنا في انفتاحه للسوق بيعكس رؤية مصر في توطين الصناعة، لكن احنا لسه بنحبو في هذا الأمر، بنطلب الكثير طبعا مجهود من الحكومة للتوسع في هذا يعني الملف بالذات، لأن ده الملف ده بيبقى كثيف العمالة، هيوفر لك عملة أجنبية، هيساعد ويساند في أن أنت النهاردة بتبني الدولة جمهورية جديدة فعلا تتحمل زي ما بيسميه كده القدرة الهيكلية للاقتصاد، هتستغنى عن الأسواق الخارجية واحدة واحدة. فأعتقد زي ما حصل كده في المحاصيل الزراعية، في بعض من الأسمدة، في الغاز الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي، ينقصنا بس اللي بيسموه فن الإدارة، ترويج الجيد. طيب مش دلوقتي يبقى آن الأوان؟ يعني أنا ساعات كده أشوف إنه الأزمات دي تخلق فرص. مظبوط. طيب أنا في خيالي المتواضع، الفرصة القوية جدا دلوقتي إن احنا نبني بمنتهى القوة والسرعة سوق إفريقية مشتركة، فنبقى بنلبى احتياجاتنا المتبادله، منها انا بوسع قطاعاتي الانتاجيه وبسمح بده كمان بالتاكيد لافريقيا، بنساعد بعض، ومن ناحيه تانية ان انا برفع القدره الشرائيه بتاعه افريقيا بالكامل، وعليه اقدر انا ابيع منتجي وهو بيبيع منتجه، او نتبادل المنتجات، بنقلل اعتمادياتنا على مساله عمله صعبه دولار كانت ولا يورو الى اخره، بقلل اعتماديه على الاستيراد. ما قانش الأوان ولا إيه؟ لا هو قان الأوان، بس أنا دايما بحب أن أنا أبني البيت من جوه. ماشي. عايز التيسيرات والمحفزات لكل المستثمرين في مصر. المصري، كل من يحمل الجنسية المصرية له حق على الدولة أن تكون بتدرس، وطبعا ده الكلام ده النهاردة الحمد لله الدكتور مصطفى مدبولي ومعالي المحافظ البنك المركزي قال هيقعد مع كل المستثمرين للتيسير لحركة التصنيع والتشغيل والاستيراد. الأمور دي أنا كلنا بننادي بهذا الأمر. ليه؟ لأن أنت النهاردة لما هتيسر للمصنع المصري هو اللي هيروح يجيب الشريك الأجنبي. ما هو في إفطار الأسرة المصرية ده الرئيس الحقيقة قال أنه أنا وجهت الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي. مزبوط. هتعرض فيه حزمة محفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر. مظبوط. بس احنا خلينا نقول يا ريت يكون في الاول اللي هو زي ما بنسميه كده اللقاء من دكتور مصطفى مدبولي او الحكومه مع المستثمرين ومع الخبراء والباحثين، شايفين ايه في السوق، رؤيتكم ايه لرؤيه 2030، زي ما احنا كنا دايما بنتكلم، احنا طموحنا عالي جدا، قدرتنا يعني زي ما تقول قويه جدا، وخلينا نقول احنا كلنا داعمين للدولة ان احنا نوطن الصناعة، نزود حركة الاستثمار، نقوي علاقتنا من الخارج اقتصاديا. فلازم يكون في زي ما بنسميه ورقة بحثية، في عصف ذهني كده ما بين الثلاث أمور أو الأربع جهات اللي أنا دايما بتكلم عنهم، الجهات الحكومية، المستثمرين، لازم يكون أشقائنا وإخواتنا في البرلمان على رأس هذه القائمة لتيسيرات القوانين اللي هي بقالها فترة كبيرة، وأيضا الباحثين الاقتصاديين اللي بيكونوا دايما عندهم رؤية، عندهم طموح، عندهم فكر، ينقلوا الاستثمارات دي إزاي خلال السنوات الجاية. أعتقد ده لو حصل لقاءات، كنت عشان أقول لك الأحزاب مثلا، أو أقول لك ممكن تنسقية شباب الأحزاب تعمل كده وترفع ورقة طبعا لدولة رئيس الوزراء، ممكن ده ييسر ان يكون في عندنا رؤية، كل البلد تتحرك على الرؤية دي.
على الورقة دي. طب مش احنا متفقين انه الحل دايما هو مسألة الدفع بالقطاعات الانتاجية وزيادة تنميتها؟ مظبوط. طيب اذا كانت الدولة بتدعم وبتطلق حزم لدعم الاستثمار طول الوقت والصناعة والتوطين الصناعة، المستثمرين الكبار يعني معرفش بقى هم مثلا البيج فايف البيج تان زي ما يطلع، هم كمان لازم يقدموا دعم زي ما حضرتك حتى كنت بتقولي في الفاصل للصناعات الصغيرة أو متناهية الصغر اللي هي في الآخر خالص بتصب تاني في مصلحته. بالضبط بترجع له تاني. هم طبعا في مجموعة فندم ومشكورين فعلا دون ذكر أسمائهم ابتدوا لجأوا طبعا عندهم كان عدد من التحديات. منهم التحدي الأساسي والكبير جدا إن مفيش عمالة فنية ماهرة تقدر تشغل المصنع أو تقدر تشغل تكوين الصناعة الخاصة به، سواء في العربيات سواء في بعض من الأمور زي الصناعات النسيجية والغزل والنسيج وما شابه لذلك. لجأوا أن هم يفتحوا مدارس تعليمية. بالضبط. إحنا عشمانين كمان أن ده يكون الأمر كمان في الصعيد، وعشمان أن يكون الأمر ده ميسر ليهم، مثلا قطعة أرض ببلاش نديهم إعفاء ضريبي لمدة معينة بحيث أن ياخدوا النموذج اللي وضعوه جنبهم في المنطقة الصناعية دي ينقلوا في الصعيد، علشان الصعيد بيحتاج يعني فقر استثماري، عارف يعني محتاج كتير قوي يشتغل. فخلينا نبدأ بفكرة التعليم للشباب وللشابات الصغيرين هناك بدعم من النماذج دي زي المدارس اليابانية. مدارس النموذج المدارس اليابانية ناجح ليه؟ لأن دولة اليابان والدولة المصرية بترعاه. أنا عشمان بقى التعليم الفني يرعاه المصنعين، بس لازم يحصل ايه؟ محفز، لازم ياخد مقابله. فانت تنقله هناك وتقول له بص مش عايز منك حاجه كده 4-5 سنين، هديك قطعه الارض ابني علم الاولاد طلع لي اول دفعه منهم هناك ومش هحاسبك ضريبيا. انا بقول نموذج تمام، يشتغل على ان هو يبتدي يعمل ورشه صغيره، يعمل مشروع صغير. عارف حضرتك زي ما بتكون كده أسرة صغيرة كده أو بتكون فكر جديد ونطلقه في الأسواق بعد كده، يبتدي هو يعمل النموذج ده، يبتدي يفتح ورشة، يبتدي يفتح مصنع، يبتدي ياخده بقى جهاز بتاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تعالى أساندك، يبتدي يعمله تمويل، يبتدي يكبر، لدرعة النشء من بدايته. أعتقد ده ممكن يبتدي يحقق تكوين للاستثمار في الصعيد. النماذج دي يا أستاذ يوسف محتاجينها زي بره بالظبط. حضرتك لما بتطلع بره في دولة أوروبية بتلاقي المدرسة أو المكان في أماكن بعيدة فعلا، والتعليم جنبه، المعهد جنبه أو الكلية. إحنا عشمانين في كده. دي التصورات لدعم الاستثمار. ففي الآخر نرجع تاني، مطلوب من التكوينات الأربعة، الأركان الأربعة، الحكومة، البرلمان، اللي هم المصنعين والمستثمرين، كويس يتسع الفكر شوية للخبراء والاقتصاديين ولدكاترة الجامعة، إن يدوا تصور رؤية احنا ممكن نعمل ايه، خلال ممكن نستفيد ازاي. في كل محافظة يا استاذ يوسف بيبقى مشهورة ببعض من الحاجات، ازاي نعرف نستغلها ازاي نروجها. تمام. اعتقد ده زي ما حضرتك شفت كده كان في معارض لأهلنا في سيناء. صحيح. تمام. نقدر ناخد المعارض دي ونطلع بيها كمان لبرة، يبقى ناخد معارضنا من الصعيد ونعمل بيها. انا عارف ان في نماذج وبتعمل كده، بس نزيد نشجع الناس على كده، لأن الظروف اللي احنا فيها دي أكيد حضرتك تعلم أن التكلفة المعيشية هتكون غالية شوية نظرا لارتفاع مؤشرات التضخم. صح. أو ارتفاع التكلفة المعيشية اللي جاينا من الخارج، ومش هينفع أن الدولة تفضل صامدة طول حياتها واقفة بتساند لوحدها. لازم أنا عليها دور. طبعا المجتمع كله عليه دور. اولا ان احنا لازم نبقى عارفين الموقف الاقتصادي المصري، مش احنا المجتمع، احنا كلنا 110 مليون بني ادم. بالظبط. اتنين، لازم كلنا نكون مرشدين لانفاقنا. السيد الرئيس قال وفعلا نفذوا ان المعارض مفتوحه لنهايه السنه. الدعم الكبير جدا للمعارض للسلع تكون متوفره. لكن اللي انا دايما بقوله، لا خلينا نقول للناس رشط في انفاقك، خلي السلع موجوده في الاسواق، ما تتكلبش. انا بقول كلمه، هي المشكله مش هتقبض 4 مرات في الشهر. انا بظنها الناس مش مستشعره الازمه. ليه؟ لانه الحمد لله والشكر لله مفيش حد دخل اي مكان من اصغر بقال لاكبر هايبر ماركت في مصر الا ما لقى الحاجه، الا لو لقى الحاجه مكدسه على الارفف وكله ميت فل ومفيش حاجه مش موجوده. يبقى فالناس مش حاسه
بانه في ازمه. فانا بقى ارجع اقول يعني طب الدوله كده يعني مثلا غلطانه انها ما خلتش الناس تحس بازمه؟ معلش. ليه الناس مش قادره تحس ان في حاجه كبيره بتحصل في الدنيا؟ لا خلينا نقول يا فندم ما هو دوركم اللي انتوا حضرتك زي يعني مشكورا اتحت لي الفرصه ان انا اتكلم وبتدي خبره يعني مجال للخبراء ولل يعني للبتوع الاقتصاد يتكلموا وينصحوا ويوعوا الناس. هو ده دورنا. خلي بالك ان التداعيات الاقتصاديه هنقول للناس واصله لمدى زمني بعيد، الانفاق بتاعك مش هيتحمله، اذا تحمله شهر مش هيتحمله التاني التالت. احنا مش بنخوف الناس، احنا بنوعي الناس بنبصرهم اللي بيحصل بره. لما بشوف اللي بيحصل بره بقول الحمد لله ان احنا تيقنا من قدرتنا على التصدي لعديد من المشكلات في كثير من القطاعات. اللي بتشوفه حضرتك النهاردة الأزمات الاقتصادية اللي في الخارج اللي بيتكلموا عنها إحنا تأثيرها كان علينا محدود، فلازم يبقى فيه مساندة مجتمعية. علشان كده التوجه في الخطاب إن شاء الله اللي هيقوم به دولة رئيس الوزراء هيكون كاشف لحاجات كتير ياريت الناس تشتغل عليه وتبقى عارفة. المحافظين السادة النواب في البرلمان يكلموا دوائرهم ويقولوا لهم إن إحنا شايفين فيه مجهود فعلا بيبذل، الحكومة بتزيد في حركة الملف الاقتصادي، كل ده ازاي بيتعمل الناس تعرف هتساند كثير جدا من القرارات بتخذها الحكومة. والله أنا ببقى مذهول يعني لما أشوف بوريس جونسون في بريطانيا وهو يتحدث وكأنها صيغة الإرعاب، يعني نحن لن نستطيع تحمل كل ده طول مزبوط. الوقت وأنه لازم تبقوا فاهمين أن التضخم بيوصل لعشرة في المية ولازم تبقوا مش عارف إيه، وسياسات حضرتك بتقولها صديق العزيز اللي بيقول لي أنت لو شفت لندن هتعرف أن أنتوا قاعدين في آخر حلاوة. فضحكت قلت له يا ابني دي لندن، قال لي والله أنتوا قاعدين في آخر حلاوة، أنتوا مش حاسين بالأزمة. فأنا إحنا هنا حاسين بالأزمة. معلش أنا برضو عايز أقول لحضرتك هو يعني لازم نعمل سياسة إرعاب للناس؟ لا مش سياسة اللي بره بس تفهم. هم بيبقى زي ما بيتكلموا كده بره، يعني دايما بعض من الناس بيتكلم بالحديه يعني يقول المرض قاتل على طول على طول بيخش بالظبط، ما بيتكلمش ان في ممكن علاج او اتخاذ قرارات تقدر تسانده. ولكن احنا هنا يا فندم بنتكلم دايما بما يليق بالمجتمع المصري بتاعنا. خلي بالكوا لان مش كل الناس بتبقى عارف معلش يعني ايه تضخم. في ناس مش عارفه يعني ايه معدل نمو، في ناس مش عارفه يعني ايه النمط الاستهلاكي الخاص بيه. كل علشان كده انا بقول للناس رشدوا انفقوا، يعني دبر احتياجات، خلي بالك من فلوسك، مش هتقبض اربع مرات في الشهر، هي مره واحده، ما تحرمش نفسك، ما تحرم بس اشتري اللي انت محتاجه وشكرا بالزبط. مفيش داعي اشتري حاجات وارمي جزء من يعني الاكل اللي بيجوز في الثلاجه والاكل اللي بيجوز في خزين البيت والرز اللي بيسوس واللي مش عارف ايه. يا عم طب ما تشتري على قدك. ما عشان ما عندناش للاسف الثقافه دي يا استاذ يوسف، يعني ما تزعلش مني، كلنا بنخش بنشتري بالكيلو. أوه. انت عمرك ما دخلت سوبر ماركت او هايبر يقول لك ممكن تاخد حبيتين؟ مفيش. احنا ما عندناش، احنا سياسه ممكن اشتري تفاحه بالظبط. وانا عشمان ان يبقى ده توجه جديد، ليه ما نغيرش؟ احنا ليه بنتكلم بنقارن نفسنا دايما بالدول وبنعملش زيهم؟ هو احنا اغنى من اوروبا؟ لا احنا مش اغنى من اوروبا، بس احنا عندنا، احنا تعودنا، دي ثقافتنا، مجتمعنا كده، هو ده مش حاجه مش غلط. فاحنا لو عرفنا نغير النمط السلوكي بتاعنا ودخلت حضرتك اشتريت ربع كيلو من مثلا من الرز او السكر، ما تفتكرش ان ده حاجه وحشه خالص، ده استهلاكي. يعني انت بتتخيل حضرتك ان انا بستخدم كيلو سكر في شهرين ثلاثه؟ انت بجيب كيلو بس ما فيش، ما اقدرش اجيب ربع، فبضطر اجيب الكيلو وافضل مخزنه شهرين ثلاثه هو اللي انا بستخدمه، ما حدش بيستخدم السكر عندي. احنا عندنا الناس بتروح يروح جايب له ايه 3 4 اكياس سكر، كل مزبوط. كل سكر كل كيس كيلو و4 5 كيلو رز و10 ازايز زيت انت عارف و9 حضرتك كيلو سمنه. في عندنا في مشكله بجد مش هزار، ده نمط سلوكي برضو، ان ما حدش بيقرا الصلاحيه خالص. يعني انت تخيل انت حضرتك بتخش للهايبر او لاي، ما حدش بيبص على الصلاحيه، يعني انت ممكن تشتري 5 علب وصلاحيتهم بتنتهي بعد شهر، فانت يعني تحملت عبء مالي دون ان انت حضرتك بس انت الغلطان، مش الهايبر هو انت او البقال، يعني ان انت اشتغلت او اشتريت منتجات للاسف. فياريت نغير انماط سلوكنا يا جماعه. بس بالمناسبه ده برضو بيخليني اروح على السلاسل التجاريه بشكل عام، انه بره الارفف ملونه، فاللون ده يعني الحاجه مثلا صلاحيتها مستمره لمده 5 ايام، بس اللون ده يعني يومين، واللون ده يعني صلاحيتها هتخلص بكره، وده سعر وده سعر وده سعر، مع انه كله زبادي وكله من نفس المصنع مظبوط، بس ده سعر وده سعر وده سعر مظبوط. ده
ثقافة تعودوا عليها في الخارج، احنا غير عندنا، ده لن يعيبنا، ولكن ان احنا بنتكلم فيه ان احنا لازم نتغير، نتغير في انماط الاستهلاك. زي ما احنا بنقول كده فندم، الشغل الشاغل بالنسبة لنا ان الاسعار هتكون في ازدياد في العالم، هتأثر علينا تأثير كبير جدا سواء في الوطن العربي او في افريقيا او في مصر. تصدينا ليها حتى الوقت الحالي احنا بنتكلم تصدي باحترافية كويس، ولكن المجتمع عايز يعرف اكتر، لان الناس بتتكلم زي ما حضرتك تفضلت قبل ما نخش على الهوى، سعر الدولار رايح فين؟ وكله بيتكلم على الدولار، كله بيتكلم على الدولار، وكله بيتكلم على اسعار الفايده، وكله بيتكلم يا ترى الشهادات هتطلع ولا ايه، واكيد البنك المركزي هيرفع الفايده، واكيد كله قاعد عمال كله بيدلي. عايز اقول لحضرتك تاني، في متخصصين الحمد لله عدوا بتجارب اصعب من ذلك. 2011 يا فندم اذكر حضرتك كده سريعا، ما كانش عندنا احتياطي نقدي، الحمد لله ربنا اكرمنا وانجزنا وعدينا اصعب مرحله. 2013 تقريبا و2012 ما كانش عندك غاز ولا عيش، رغم الأزمة اللي احنا فيها دلوقتي من أوكرانيا ومن روسيا، الحمد لله العيش موجود، الحمد لله ما فيش حد اشتكى ان فيش أنبوبة غاز، ما فيش حد اشتكى ان البترول او البنزين مش متواجد. الناس طبعا بتقول الحاجة غليت، عايز اقول لحضرتك انا سألت على بعض من السلع في رمضان وبالأخص على اللحوم، مش هقول لك ارتفعت الارتفاع الكبير، وفي المحلات العادية ده بالاستقصاء العادي يعني بالنسبة لبعض من الأماكن تقريبا تقريبا زيها زي قبل رمضان. وانت حضرتك تعلم جيدا ان احنا الموسم عندنا دايما، وبالأخص ان احنا دخلنا الموسم رمضان مع عيد اخواتنا المسيحيين، فكلنا كنا بنصوب وكلنا بنفطر مع بعض، وكلنا كنا زيادة في حجم الاستهلاك، الأسعار ما زادتش. ليه؟ ان احنا اخذنا اجراءات احترازية من الاول، المعارض نزلت بزيادة في المعروض، واعتقد ده اللي هدى الاسواق. فعايزين نفضل ناجحين، الحكومة عملت الدور اللي عليها، خلينا احنا بقى كمان خلي صح. نقدر نغير في انماط سلوكنا. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور على الجمله دي، نغير في انماط سلوكنا. اولا كل الشكر لحضرتك يا دكتور، نورتنا وشرفتنا، شرفتك معاك ضيفنا العزيز الخبير الاقتصادي الكبير الدكتور مصطفى بدر. اللي عاوز حقيقي يتعامل مع الموضوع بالمنطق الإيجابي هيقدر جدا يفهم كلام دكتور مصطفى بدرة، ويقدر يفهم جدا موافقة المذيع الغلبان اللي قاعد إنه أيوة، هو إحنا لازم نغير في نمطنا السلوكي الاستهلاكي تحديدا. يعني اللي مش عاوز واللي عاوز يمشي ورا كلمتين يقولهم الإخوان، واللي عاوز يقعد يكتب على تويتر، واللي عاوز يكتب على فيسبوك بتاع يوسف الحسيني والدكتور مصطفى بدرة بيقولوا الحكومة عملت اللي عليها والناس بقى تبطل تصرف، انتوا عايزين تقولوا ايه؟ عايزك تبطل تصرف كتير، مش تبطل تصرف، ما انت هتدفع مصاريف المدرسة وتدفع الكهرباء والمية وقسط البيت، وهتجيب لبس العيال، وهتجيب أكل وشرب وكل حاجة. كل اللي أنا طالبه ما تجيبش اللي بترميه، صح؟ بس غريبة دي، ما تجيبش اللي ولا انت بتحب تجيب اللي ترميه؟ ده سؤال بقى تاني خالص، كده يبقى في عندنا مشكلة كبيرة جدا. على كل، خلصت الحلقة، ما خلصش الكلام، وإلى غد بإذن الله سبحانه وتعالى، وبرنامجكم التاسعة. سلامات.